طيب، يقول السائل: والدي بينه وبين اخوته طبيعه، ما نصيحتك لهم وماذا تنصحني تجاه اعمامي لان تواصلي معهم يغضب والدي؟ هو لو حصل انه يجمع بين رضا والده وصلة الرحم فهذا حسن، فيصل أرحامه أعمامه من غير أن يشعر والده بذلك لا بأس، لأن هذا يطيع الله ورسوله في هذا الفعل ولا يضر والده. أولا يدعو الله عز وجل أن يصلح الحال، والدعاء يا أخوان لا يستهتر به المسلم، والله لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، ادعو الله أن يصلح ما بينك وبين أقربائك، ما بين والدك وأخوانه وأعمامك، هذا بلاء. في ناس يحصل خلاف بين والده ووالدته، قد يحصل طلاق والوالدة لا ترضى أن يبر الولد أباه، أو الأب لا يرضى أن يبر الولد أمه، هذا وارد. وفي ناس عندهم قطيعة بين أعمامهم، وفي ناس قطيعة بين والدته وبين أهل زوجها. فإن استطاع المسلم أن يجمع بين بر والديه وبين صلة رحمه فهذا هو الواجب. يصلهم الجواب، يصلهم، يصل أعمامه من غير علم والده لا بأس. والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. عليك إذن بالدعاء والصبر، وصل أرحام وبر والديك، وصل أرحام ما استطعت. ما لم تستطع الله لا يكلف نفسا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.